بسم الله الرحمن الرحيم، معاك اخوكم موكا مصر من معرض غصن الزيتون لتجاره السيارات. النهارده بالشرف ان احنا بنسلم عربيه سوزوكي فان اس زد كسر زيرو، عربيه بسم الله ما شاء الله عليها، فيها رخصه 3 سنين، عربيه ما فيش فيها كلمه زي ما بنقول، ودي عربيه اس زد مستعمله كسر زيرو، فيها رخصه 3 سنين، فيها فرش، فيها ارضيه، بما شاء الله يعني على الشغل على طول. لاخواتنا وحبايبنا اللي شرفونا اللي هيتعرف عليهم دلوقتي. اتعرف عليك يا ريس. محمد يا اخويا. حبيبي يا عم محمد، منين حبيبي يا اسطى؟ من الكونيه. احسن ناس يعني، من جنبنا من هنا. حبيبي يا معلم، اول حاجه شرفنا في معرض غصن الزيتون. حبيبي يا انا اللي شرفت بيك. حبيبي يا معلم، انا اللي شرفت. ايه رايك في معرض غصن الزيتون بقى؟ لا، معرض 10 على 10 بقى، ما انت الله 10 على 10 توب التوب. يوم حد اثر معاك في اي لا حاجه؟ لا ولا اي حاجه والله. اكيد اتفرجت مره واتنين. احسن عربيات في البلد كلها في المعرض ده والله. سعاده الباشا، ربنا يبارك. انت بتلف بقالك فتره على العربيه بس حقيقة. جيت هنا مرة واتنين حقيقة، وما عجبتنيش عربيات في أي صالة إلا هنا، ما هي دي الحقيقة. رجلك يا سعادة الباشا، إيه رأيك بقى في الفاكهة اللي أنت واخدها؟ الله أكبر يا ريس، ربنا يدعي لي بس، ربنا يستر لي طريقي. يا رب يديك خير ويوفقك شر ويستر عليك. ربنا يستر عليك يا سعادة الباشا. أنت أهم حاجة بس تحافظ عليها. روح عربية اس زد كسر الزيرو، 3 سنين رخصة، كل حاجة فيها بما يرضي الله. عربية أنت تحافظ عليها تديك خير إن شاء الله. بأمر الله. ما يكونش أول وآخر تعامل ما بيننا إن شاء الله يا ريس. بأمر الله. حبيبي اتعرف على أخونا برضه اللي معانا. محمد يا أسطى. حبيبي يا عم محمد، شرفنا في معرض غصن. نعم. حبيبي قلبي يا باشا. الناس بقى اللي هتشوفنا على الانترنت تقول لهم ايه عن معرض غصن الزيتون؟ لا، معرض زي الفل والناس متعاونه والله، زي الفل واحلى عربيات وزي الفل. انا ان شاء الله اخد عربيه من هنا بامر يا عم. ده مكانك من غير اي حاجه ان شاء الله يا سعاده الباشا. عم الحاج، كلمتين منك بقى عن المعرض. انتوا ناس اخر اماره واخر امان وما ليش بعد كده ناس. الله يباركك يا سعاده الباشا. العربيه اللي انت خدتها بقى دي رايك فيها؟ ربنا يبارك لابني فيها يا رب. ربنا يبارك له يا رب، وانتوا يبارك لكم في حقها. امين يا رب. بس مش اكتر كلمتين من ست. انتوا عسل عسل عسل، حتى رسول الله يا ابني، واخلاقكم جميله كلكم. الله يبارك لك. وطريقتكم حلوه وذوق. ربنا يبارك لك. واسعاركم مش غاليه. الله يبارك لك يا ماما. ربنا يستر عليكم يا حبيبي. ربنا يستر علينا وعلينا ان شاء الله. امين يا سعاده الحاج. وفي نهايه اللقاء بنطلب من ربنا يديكم خيره ويكفيكم شرها يا ست الكل. امين. باي. ايه يا حبيبي.